أنا أعتقد بأنه من المحاماة كانت ولا زالت تتحدى وأمام تحديات، تتحدى الصعاب، تتحدى المنعرجات الوعرة، وتتحدى محاولة امتصاص قيمتها على المستوى القانوني وقيمتها على المستوى المجتمعي. إذن كانت دائما المحاماة محطة أنظار، كان من ننظر إليها أنها في قيادة المهن القانونية في المجتمع، كان من ينظر إليها لأنها في قيادة حركة تحول فيما يتعلق بدولة القانون والمؤسسات والديمقراطية وحقوق الإنسان. هذه هي المحاماة الآن كما أنها أمام تحديات، لأنه المحاماة نظرا لجرأتها ولمكانها التاريخية هناك من إما ينافسها أو ينصب إليها الفخ أو يساهم في إضعافها. ولذلك هذا الاحتكاك الآن مع فرقاء آخرين من السلطة التنفيذية ومن الدولة ليس بجديد. أنا أتذكر مؤتمر ديال السبعينات والثمانينات كان احتدام قوي، لأنه كان مشاكل المجتمعية مطروحة كبيرة، مشاكل ديال حرية الرأي، مشاكل ديال الحقوق المدنية والسياسية، محاكم، مشاكل ديال الديمقراطية، تزوير الانتخابات، فساد الجو السياسي، اعتقالات واسعة. هذه كانت تحديات في إبانها، كانت تفرض على المهنة المحاماة وعلى المحامين أن يكون شعارهم هو الدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان المغرب، هو الدفاع عن استقلال القضاء. ولا زالت هذه القضايا مطروحة اليوم، لكن أقول بأن هناك قضايا استحددت وبرزت أمام المهنة، أمام المحامين، باعتبار التطورات المجتمعية وباعتبار التطورات الدولية. طب اليوم المحاماة عندها أبعاد دولية، اليوم المحاماة قيمها الدولية أكثر من قيمها الوطنية، اليوم القضاء والعدالة عندها قيمة دولية وأبعاد دولية أكثر من أبعاد دولية. معنى ذلك تفرض علي وعليك كمحامين، تفرض علي كرئيس مؤسسة ديال الهيئات، تفرض علي كرئيس جمعية المحامين أن أتكيف وأضع نفسي في محيط اشتغالي. ولذلك اليوم حينما نرى الفورة ديال المحامين، فورة من حيث رفع صوت الاحتجاج، رفع صوت رفض امتداد أيادي إضعاف مهنة المحاماة، رفع الصوت من أجل أن تظل مهنة المحاماة تتمتع باستقلالها وبحريتها. هذا تحدي كبير جدا، تحدي كبير. ومن يضمن لنا الاستقلال والحرية؟ أولا نضمنه أو نضمنهما لأنفسنا بقناعتنا بالتزاماتنا بأداب وأخلاق المهنة المحاماة، لأن المهنة كلها فيها الأداب والأخلاق، تقاليد، ضوابط التي ورثناها وورثها من ورثها إلينا إلى من القرن الثالث عشر، حينما صنعت البدلة، حينما صنع اليمين، حينما صنعت الهيئات المحامين والنقابات، حينما اصطلح على اسم النقيب، حينما صففت البدلة وكل جزء منها له محطة تاريخية معينة. إذن تاريخ المحاماة في المغرب هو امتداد لتاريخ محاماة العالم. إذن لدينا تحديات اليوم على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي، على المستوى الدولي. فإذن من الضروري أن يتفاعل مع المحامين وتتفاعل مع الهيئات. يمكن تقول لي شنو هي التحديات؟ أقول كثيرة كثيرة. أولا ضمان استقلال القضاء، ماشي تحدي الأستاذ، استقلال القضاء جزء من استقلال المحاماة، استقلال المحاماة جزء من استقلال القضاء. إذا فقد القضاء استقلاله فقدنا استقلالنا، وإذا فقد المحامي والهيئات استقلالها فقد الاستقلال، لأننا كلنا نصنع العدالة، لا فضل لواحد على الآخر، كلنا نصنع قرارات القضائية. القضاة بالتفكير والسلطة التقديرية وبالنزاهة وبالأخلاق، وإحنا بالاجتهاد بتقديم الرأي القانوني، بالدفاع على مواقع للأطراف القانونية والمراكز القانونية بما يستحقونه من تفاني، من تضحيات، من اجتهادات قضائية إلى آخره. فإذا بالنسبة لنا أول شيء هو القضاء، يجب أن يحتل المكانة ديال الصراع اليوم بين من يدافع عن القضاء واستقلال القضاء، وبين من يريد أن يضعف من القضاء ويمسخ هيبته. والدليل على ذلك أنه حينما قالت الدولة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية قمنا ولم نقعد، ولا زال هذا الموضوع محط تحدي. كيفاش الأحكام القضائية الدولة ما تنسدهمش؟
المصالح الاداريه والمؤسسات العموميه ما تنفذهمش، المجالس الترابيه ما تنفذش احكام القضايا وتضعها تحت يدها وبحسب الميزانيه اللي عندها. انا الميزانيه ديال الاشغال العموميه خذوها، الميزانيه ديال البناءات والعقار خذوها، الاموال التي تهدر وتسلب وتسرق الى اخره، ولكن احترموا الاحكام. الاحكام تتعلق بالمواطنين، حقوق المواطنين شكون اللي تحددها؟ ماشي الاطراف تحدد القضاء. فاما ان نقول القضاء كلمتك هي العليا وكلمتنا حنا هي تليك، او نقولوا كلمه القضاء هي السفلى وتبقى دائما السفلى. فاذا انا سنظل التحدي الاساسي هو موقعي العداله وموقعي السلطه القضائيه. التحدي الثاني هو كي قلت حريه المحامي واستقلال المحامي ثانيا، لانه بدون هذا الشعار ستضعف مكانه المواطن في المجال القضائي في العمليه القضائيه. تصور في اوروبا شنو عندهم؟ ما بقاوش يتذكروا على حريه المحامي واستقلال المحامي، لان هادشي كله تعترف معترف، تيتذكروا على السر المهني. كيفاش يحفظون السر المهني؟ تتعرف بانه اليوم على المستوى الدولي كاين محاولات دفع المحاماه او المحامي ان يفضح اسراره للسلطات. تيجي عند الزبون عند المحامي تقول له لدي وثائق، لدي معاملات فيها مصالح الى اخره. المحامي اصبح في اوروبا ملزم انه يقول هذا السيد جا من اجل ان يستأمنني على ما بغى عمليا، هو ملزم باش يقول اسيدي اجي من اجل وقايتي من ترويج المال الحرام، سنفضح موكل ديالي. هذا الشيء حنا ما وصلناش ترفضوه. كاين الامن، كاين النيابه العامه، كاين القضاء، كاين المخابرات، كل شيء يمكن يعمل من اجل اكتشاف المال الحرام. اما يدخل عندي المكتب ويقول لي يجب ان تفضح موكلك وتقول بانه السي محمد بن عبد السلام جاء عندي وتيقول لي راه عندي قضيه، تقول له لا. فاذا الصراع اللي كاين في اوروبا ماشي الصراع ديال الحريه ديال المحامي واستقلال المحاماه، صراع هو ديال السر المهني، هو ولوج المحاماه لعصر الرقمنه، البيك داتا، التواصل والتعاقد الدولي عن طريق الالكتروني، العداله الالكترونيه. اذا انت نقول باننا هذه أساسي، معنى أنه ثالثا العدالة، وما أدرك ما العدالة؟ كيفاش نحضر أنفسنا ونحضر هيئتنا لعدالة القرن المقبل؟ عشنا المآسي ديال الكوفيد، تسدات المحاكم بجرس قلم، سبحوا المواطنين غرباء على المحاكم، سبحوا المحامين تيسدوا المكاتب ديالهم وتيطردوا العمال والموظفين والمتمرنين ديالهم والمساعدين ديالهم، لأن ما بقاوش يمشيو المحاكم. أصبحنا أمام موجة غضب ديال المواطنين اللي ما عرفها حتى شي واحد وما درسها حتى شي واحد. ما قاش اجي ندرس شنو هي مخلفات الكوفيد على العداله، شنو يشعروا المحامين، شنو هي المآسي اللي جعلت المحامين انه يتفتوا. اذا بالنسبه لنا ما بعد الكوفيد واللي تهيئت له العالم كله كان تيطرح ما بعد الكوفيد، تيطرح شنو هو التحديات، معنى انه لها شاشه اقتصاديه، لها شاشه اجتماعيه، لا شاشة صحية، كلها تحديات. احنا لم تطرح هذا الموضوع ولم تطرح علينا ولم تتبه السلطات العموميه الينا. اذا هذا معنى ذلك على انه يجب ان نفكر غدا في المآسي، كيف تكون العدالة ناجية من المآسي بأي طريقة. انا تنظن الطريقة ديال التكنولوجيا والرقمنة. احنا لازلنا متخلفين، بدينا بالمحاكمة عن بعد، كارثة المحاكمة عن بعد. الناس تحكموا عليهم في قضايا جنائية بدون حضورهم، ناس تحكموا عليهم في قضايا جنحية ومعتقلين بدون حضورهم، بدون أن يستمع القاضي، بدون أن يرى أمامه الشخص المتابع، بدون أن يستمع إلى شهود كما يجب، بدون أن يعرض الوثائق كما يجب، بدون أن يرافع المحامي كما يجب، كثير من الواوات التي طرحت على القضاء وطرحت على المحامي. محامين من اللي كانوا إلى اليوم سيظلون هم أول من يمثل المتقاضين ويدافع عن حقوق المتقاضين. لكن حينما أحاصر المحامين بتدابير جبائية تهز أركانهم فليس المحامون مقصودون، مقصود من يلتجئ للعدالة. محامي يلتجئ للعدالة باسم مواطن. اليوم علاش نقولوا العدالة مجانية؟ هذا كذب. العدالة اليوم التقاضي مكلف. كل من شكون الرسوم القضائيه تاديها، زول القضايا الاسره والقضايا الاجتماعيه، ديروا نسبه القضايا الاجتماعيه والقضايا الاسره ونشوفوا شكون اللي تادي
مشيتي امام المحكمه كان الرسوم من المحكمه الابتدائيه حتى المحكمه النقد. واليوم المسوده القانون المسطره المدنيه تترفع الرسوم الاستاذ، تتعمل العقوبات على المدعين ماليه حينما يرفعون دعوى ويخسرونها، تقول بانها تنفرض فيك انك سيء النيه. كيفاش تفرضي عليا سيء النيه وانا ما مشيت خديت الحق ديالي بيديها، مشيت للمحكمه وتنطرح عليها النزاع، خسرت. شيء طبيعي ان القاضي هو اللي يفصل بيني وبين خصمي، تقول هذاك الشخص الذي خسر دعوى يمكن للمحكمه ان تحكم عليه بغرام. واش حنا فين ماشيين اليوم الاستاذ؟ في العقوبات البديله، شنو العقوبات البديله اللي مطروحه من شروط المسطره الجنائيه؟ هي الخدمات ديال المنفعه العموميه، هي البراسل الالكترونيك، وهي الغرامه. وشكون اللي عندنا 90% ديال المعتقلين والمحكومين في القضايا الجنحيه والجنائيه؟ هي المهمشين، الفقراء، ضحايا الاقتصاد وحياة الفساد، هما ضحايا ديال انعدام التعليم وانعدام الشغل. هاد الناس هادو تقول له بانه غادي نحكم عليك بالغرامه باش متاع وب 2000 درهم هي القليله. في خبرك بانه المسوده الجايه دارت اقل غرامه في المجال الجنائي هي 2000 درهم. فاذا كاين جوج الامور، الناس هادي تبدا تبقى في السجن اكثر لانها ستنفذ الغرامه عن طريق الاكراه البدني. ولذلك تنقول بانه تخصنا نديروا وقفات جديه، ماشي حنا كمحامين، حنا كمسؤولين، احنا كمؤسسات، نقولوا بانه كيف ننجو من الضربه القاضيه للعداله في المغرب. الضربه القاضيه للعداله تلوح ملامحها كما ارى شخصيا. وانا انبه بانه علينا جميعا ان نتحمل المسؤوليه، لا فضل للواحد على الاخر ولا اولويه لراي على الراي الاخر. القضاة عندهم راي، السلطه القضائيه عندها راي، محامين عنده راي، مكونات العداله عندهم، كتاب الضبط، قضاة اللي تحكموا عندهم راي. خصنا نقولوا بانه كيفاش قضينا العشريه الاولى من بعد الدستور؟ علاش ما نزلناش القواعد اللي جاب الدستور؟ علاش ما نزلناش القواعد اللي خلقت اللي نزلتها الهيئه العليا لاصلاح القضاء؟ علاش لا زال الفساد يمخر جسمنا كلنا؟ علاش لا زال انه وصلنا لدرجه ان القضاة نقبطوهم في التلبس ونديروهم في المحبسات لانهم حصلنا عنهم الفساد المالي والانحراف؟ واش هذا وقت انه القضاة يوصلوا لهذه الدرجه؟ الحمد لله لانه ماشي كثار. ولكن انا بالنسبه لي ان يكون واحد من القضاء راه كانه زلزال اصاب الجميع. والحمد لله على وجود الشرفاء واصحاب القيم بيننا جميعا، هذا شيء كبير جدا ويجب ان نعتز. ولكن انا اخاف بان تهزنا اركان العداله لانه سنخضع لضغوط مكاتب الخبرات الاجنبيه ولضغوط مكاتب المحاماه الصهيونيه ولدخول مكاتب بشكل عشوائي في غياب قرارات النقابات وهيئات المحامين المغرب، في غياب قرارات ديال السلطه القضائيه، وفي اتجاه تقويه مراكز ديال نفوذ المال. حنا بغينا نفوذ القضاء ونفوذ القانون والسياده القانونيه تعم، ما بغيناش نفوذ المال. اليوم المال يداهمنا اصحاب المال في المغرب، يداهمون العداله، لا يعبؤون بالقضاء، لا يعبؤون بسياده القانون. هادشي اللي بغينا نوصلوا، هذه دوله القانون اللي تنبنيوها هذه سنوات، واللي سيدخلوا عليها الناس للسجون، واللي سيعقدوا عليها الناس المؤتمرات، واللي سيناديوا عليها المجمعيات، واللي سينعدوا عليها المواطنين في الشوارع، واللي تحتجوا عليها الناس قدام البرلمان، واللي 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 سينضوا عليها كذلك قضاء الشرفاء النزهاء و وغير من المواطنين، واللي ربما حمل بعض شعاراتها القوى السياسيه الحيه والديمقراطيه. كثير من الناس اللي سينضلوا من اجل سياده القانون في هذه البلاد، نسماو بلاد فعلا ديال سياده القانون. اليوم سندد اصحاب المصالح في المغرب وخارج المغرب يهددون، الاختراق الصهيوني يهددنا، اختيار مقاذب الصهيونيه تهددنا، وستبت فينا نزعات تحدي للقانون، لانه اسرائيل والصهيونيه تتحدى القانون الدولي. اذا هذوك الناس مشبعين ومتشبعين بتحدي القانون، بقتل الضعفاء، بقتل الفقراء، بامتصاص دم الشعوب. ما خصناش اننا نوصلوا لدرجه اننا نمتصوا دم المواطنين
يعني المتعطشين للعدالة. العدالة هي الأكسجين، العدالة هي العملة الصعبة. راه ما كاين التنمية ولا داك التقرير ديال السي بن موسى المزيان وداك التقرير ديال الألفية 2015-2030 إلا بواسطة العدالة. والله ما كانت العدالة وجلسنا تنلعبوا في العدالة وفي القضاء طبعا حتى نكونوا المغرب خاسر، وهذا الشيء اللي بنينا وبنوا المغاربة على دمائهم وعلى حريتهم، وخصوصا بعد 20 فبراير لهنا كل هذا يضيع ورجعوا ثاني ل 20 فبراير أخرى. وانت شتي دول الجوار ديالنا تنخروها، ينخروها الاستبداد الأستاذ ردة، تنخروها الردة، تنخروا الردة. فإذا لا فتحنا الأبواب ديالنا حتى حنا للردة، وجبرنا المسؤولين ديالنا ضعفاء، وجبرنا المسؤولين السياسيين ديالنا ضعفاء يمررون الأمور ويسكتون كذا. اليوم تخص الناس تقول لا، ما هو حق حق، وما في صالح البلد هو صالح البلد، وما هو يسير في عكس اتجاه الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات يجب أن نقول لا 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 لا, لا. المجلس الدستوري المحكمة الدستورية تنتظر الحكومة تجيب لها القانون ديال الدب عدم الدستورية، تنتظر كنا تنتظر المدونة الجنائية. علاش صوبت؟ علاش خزنها الرميد وخزنها جوج الوزراء اللي عندهم بعد الرميد؟ أنا ما عندي معهم خلافات، ولكن تقول هما كانوا مسؤولين. كان جوج أمور، إما ينزلوا ويمارسوا سلطتهم أو ينسحبوا. حتى واحد ما مشى بشوية والراعي وهذا ما ستراعيش. أنت ما حاملش السلاح ضد الدولة ديالك، أنت تدافع على الدولة ديالك. هذا مغرب ماشي ديال واحد دول الآخر، مغربنا كنا. حينما تقول يجب أن نشتغل في ظل بحث عن حلول للأزمات، نزيدوا حتى الأزمة ديال المهنة المحاماة، ونزيدوا حتى أزمة القضاء. عندنا أزمة الجفاف، عندنا أزمة كوفيد، عندنا أزمة بالحروب، عندنا أزمة الفقر، عندنا أزمة التعليم، عندنا الثقة، نزيدوا حتى أزمة العدالة. راه اليوم السلطة القضائية تعيش أزمة خطيرة أستاذ. فين الإمكانيات اللي عندهم؟ فين الإمكانيات اللي عندهم؟ تخصك تعرف بأنه يكفي صورة واحدة تنقل عبر المغرب كله وراه تتنقل، ولكن هي الصورة من تدخل المحكمة الجنايات اللي كانت الأستاذ قبل 74 الدورات تتكون من 3 شهور 3 شهور تتكون دورة واحدة. وشحال في الدورة الوحدة الأستاذ؟ 15 اليوم. وشحال تيدوزوا في هاد الدورات؟ تيدوزوا 3-4 الملفات. وتتعطى الهيئة القضائية عند الوقت تعطي الكافي. اليوم تدخل للدار البيضاء، تدخل للرباط، تمشي لطنجة، تجبر الجنايات فيها في كوخ 100 ملف. وفيها 4 ديال القضاة. وفيها 60 محامي. وفيها الناس على بعد جون سي با كوميان كيلومتر تيعينون بتهم باش يهضروا. التلفزيون ما خدامش، الصوت ما خدامش. ونقولوا العدالة هذه وحدة وكفي. كل شيء خصو يقدم استقالته ويمشي بحاله. ملي داروا الفيزيون وداروا في هذه الحالة مزيان الرقمنة مزيان المحاكمة عن بعد، ولكن عندها ضوابطها الأستاذ، عندها ضوابطها. أما ندير محاكمة عن بعد وندير فيها هجوم وحرب على حقوق الدفاع، المحامي ما يرافع كما يريد، المتهم ما يسمعوا الشهود، المحكمة ما تدخل المداولة وهي 30 ملف و 20 ملف و 10 الملفات. كيفاش تدور في 10 الملفات الجنايات وتخرج تقول الإعدام وتخرج تقول السجن المؤبد وتخرج تقول البراءة، ومن جهة تقلب على الحكم بعد شهرين ما تجوجدوش؟ فوقاش غادي يتحرر؟ فوقاش غادي يطبع؟ فوقاش غادي ياخذوا ذاك المتهم باش يدير النقد؟ واش هذا ماشي إنذار؟ إنذار بالطمع الكبرى؟ إنذار بالفساد؟ فين هاد الناس ماشيين؟ هاد الناس هادو 3 سنين 2017 واش تنصبت من جهة على السلطة القضائية واستقلت النيابة العامة؟ هادي بوحدها وكان نعملوا عليها معركة، هادي نهزوهم فوق راسنا. أنا وشي أشهد بعض الله وبالنبي أشهد بأنهم على حق، ولكن أنا اليوم تدخل الجلسة وتدخل معايا الآلاف المواطنين آلاف المحامين وتشوفوا تقول اللهم لا ضمن القرار. فتحتيه في 2000 في أفريل 2017 درتيه أول محاكمة عن بعد، اسمح لي أفريل 2019 في الكوفيد محكمة السلا درتوا المحاكمة عدو وشهرتيوها وكذا، واجيو تشوفوا المحاكمة. علاش ما عملتوا تقييم؟ التقييم الوحيد هو أنه الناس يدوزوا ورحنا تنحصلوا على الآلاف ياك. واش حصلتوا عليها لأنه المحاكمة عن بعد، أو حصلتوا على أنكم صرعتيو حطيتوا الكوكوت مينيوت في المحكمة ديال الجنحي والجنايات بدون ضمان حقوق الدفاع،
بدون استعمال يعطيوا الحق للناس اللي مسجونين تسمعوا لهم وهم مرتاحين نفسيا. انسان ميت تضعوا في السجن وتتحكموه. تتفكرني في المحاكمة ديال بينوشي في جنوب افريقيا في 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 في, في, في شيلي ومحاكمة ديال عدد الناس اللي تعذبوه في السجون قبل المحاكمة واثناء المحاكمة. انا اقول يجب ان نغير الكلام والعقول. لا غيرنا الكلام بالعقول هذه نكونوا تنكذبوا على نفسنا الاستاذ. كلا غيرنا العقول، كيف نعالج اشكالات، كيف نطرحها، كيف نتحدث حول، كيف نبحث عن حلولها. راه اليوم راحنا تنعيشوا مأساة والعدالة تعيش مأساة. انا يهمني ان تنجح العدالة في بلدي بل ما نجح انا كمحامي وهيئتنا. اما ما تراه الان هذه عنوان صحة مزيان المحامين عمرهم ما كانوا تيقولوا الفرنساويين الاستاذ ان افوكا سي ان كونتر بوفوار. والدول الغربيه ما تعاونوش يمتصوا الهيئات المحامين ويجيبوهم يخدعوهم ويرجعوهم بحال داك القطط المبلله بالماء المطار. ان افوكا سي ان كونتر بوفوار، ان بارو سي ان كونتر بوفوار. هو اللي تيقول الدوله حينما تخطا خطاتي، هو اللي تيقول السلطات خطأتي، هو اللي البارحة الأستاذ 2019 و2020 70 ألف محامي و164 هيئة المحامين في فرنسا خرجوا بصوت واحد وعلى رأسهم الهيئات وعلى رأسهم رئيس ديال سين بي لو كونسي ناسيونال دي باغو وعلى رأسهم لا كونفيرونس دي باتوني كلهم تنزلوا حوايجهم كساوي ديالهم امام باب وزاره الاعلام الفرنسيه وكل شيء تيقول انها رجه كبرى في وسط العالم. هذه يومين الاستاذ خرجوا امام المحكمه الابتدائيه في باريس خرجوا قضاه ومحامين وكتر بالضبط تيحتجوا على ياش الاستاذ على المساس بحقوقهم في التقاعد. ما قالوا لهمش انتم خوانا او ناضوا الناس يعايروهم في الصحافه البيضاء او الصفراء. سمعوا لهم الناس ولا غدا صبحوا الوزراء تيجتمعوا في القطاعات ولا غدا صبحوا تيعيطوا لهم اجي سيدي كيفاش نعملوا لا روتريت. هنا تنقول بانه الدوله تستمع الى نبض المجتمع والدوله تستمع الى قوه حيه قانونيه. المغرب عندنا القوه القانونيه في الاولى في البلاد، ماشي هي المتسقين، ماشي هي رغم احترامي للجميع، ماشي هي القضاه، ماشي القوه القانونيه والمنظمه هي المحامين. 2014 2024 حنا العام الجاي غادي نكونوا قرن الزمان. هي عدديا قويه، تنظيميا قويه، القوانين ديالها من 2024 عرفها وتجي وتقول لي بانني يدير حيثيات ضريبيه وحيثيات مهنيه بلا ما نجلسوا نتذكروا. فين ودوا السور؟ فين الديمقراطيه؟ علاش تاخذ نفسك السي 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 المسؤول هنا ولا هنايا تاخذ لا 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 السلطة بين يديك وتقول بأنني أنا مزيان سيدي أنت عندك السلطة. أنا عندي سلطة أخرى، عندي سلطة أخرى، إلا استعملتي السلطة أنا غادي نستعمل سلطة أخرى ونشوفوا في النهاية. وإذا هاد التحدي ماشي مزيان، هاد التحدي فيه قضاء على مقومات الدولة، دولة القانون. حنا ماشي غدا بغينا أنه شي واحد يهز يقول لك أجي وتشوفوا واش تعمل السلطة مع المحامين. ولكن حنا ماشي محامين ديال الخنوع، ماشي المحامين نبيعوا ونشريوا في القيم. حنا هنا نبيعوا ونشري في القيم. حنا اللي جبرتيو فينا فاسد خذوه، اللي جبرتيو فينا فاسد خذوه حكموه، عطيوه المحاكمة العليا وحكموه. إذا تبعنا كنت أنا في الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة في 2013 كنا تنهضروا على الفساد، فقال لي الرئيس الأول آنذاك المحكمة النقد الأستاذ النقيب راه تتعرف بأنه في كل قضية فاسد فوق مراه محامي فاسد. اسمع السيد الرئيس، اسمع الرئيس تقول له خذوا المحامي وخذوا القاضي، خذوا الفاسد من اي حي كان، من اي مهنه كانت. معنى انني حنا سندافع على المحامي الفاسدين؟ ابدا ابدا. انا 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 انا, أنا يبقى عندي الامل، بطبعا يبقى عندي الامل بانه الجسم بياني بخير وانه اليوم سمعنا صوت المحامين. وانا جميل انه نسمعوا صوت المحامين. كان تينقصوا شيء ما من 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 الانضباط شيء ما،
لأن ما يمكنش نقول رئيس الجمعية يرحل بحال شي زميل ما يقبلنيش نقول له خرج من القاعة. كون أنا عندي جمع عام في طنجة في الدار البيضاء ويجي واحد ينتقدني نقول له خرج من القاعة أبدا. أنا هنا باش نستمع لك باش نعطيك حريتك وندافع على حريتك كلاما. وأنا قلت للزملاء ديالي قلت لهم لكم الحق أن نسمع لأن الحق أن نسمع صوتكم. عرفتي فين كاين جوج واحد المحل واحد في العالم اللي عندك فيه الحق جوج الحقوق عندك حق في التنفس وحق في الجلوس. شنو هذا المحل؟ قاعة المحكمة. وشكون هذا الحق الجلوس والتنفس؟ شكون اللي سيعمل؟ حينما يكون المحامي يرافع كل شيء الصمت قاعة كلها صمتة القضاة سيسلموا المحامي سيسلموا والهدوء المواطن وحتى القضاة عندهم الحق في ياك الأستاذ في استنشاق الهواء وفي الجلوس. هالشي راه كبير الأستاذ. هذا معناه أنه العدالة تحتاج إلى من يجهر بالحق ماشي من يقول الحق في المداولة وبين نوافذ مغلوقة. هذيك ستسمى المداولة. أما الدفاع الشرط الأول ديالو هو الجهر. الحق شرط ديالو أنها تقول هذا حق هذا ماشي حق.